عندنا بعض الطالبات الآن يستمعن ولديهن أسئلة يعني ملفوظة. تفضل الأخوات. سؤال من بعض الطالبات تقول: بعض الناس الذين نعدهم من الصالحين والله حسيبهم يقع في أعراض الحكام ويخوض في أمور السياسة بالحجة والبرهان، بل ويجمع حوله الناس ويؤثر بهم بداعي إنكار المنكر ونصرة الحق، فما العمل معه؟ وما هي رسالتكم التي ترسلها له؟ نعم، أقول هذا هو المنكر، الوقوع في الحكام، حكام المسلمين، ونشر أخطاءهم، هذا هو المنكر، وهذا فعل الخوارج ليس فعل أهل السنة والجماعة. فعل أهل السنة والجماعة أنهم يطيعون ولاة الأمور في طاعة الله ولا ينشرون أخطاءهم، وأما مناصحتهم سرا فهذا إذا أمكن فإنه واجب، وأما نشر هذا ما يجدي شيئا. إذا تكلمت في أخطاء الحكام على المنابر في المجالس فهذا لا يجدي شيئا، وإنما يحدث الفتنة والشقاق وتفريق الكلمة، وهذه هي المنكرات، هذا هو المنكر. ويزعم أنه ينكر المنكر وفعله هذا هو المنكر. نعم.